الموسم هذا السابع ديال عين سبيط التموريضه. اليوم كان يوم رائع بالنسبه للتموريضه لان هي الاساس، وفي الليل تنديروا سهرات ديال حتى هي كذلك ديال التراث ديال الجزائر، يعني العيطه ديال الجزائر معروفه، وتنجمعوا بها كذلك لانه الجيران ديالنا واللي عندنا علاقه بهم دمويه هما زيان، ديما تيكون عندنا كل سنه تيكون هذا الموسم هذا هو دائما، يعني كل سنه تيزيد يتطور اكثر. حنا نقدر نقول لك دابا بانه تيجيو الصعوبات حتى من الجهه كامله تقريبا، من سلام، من عين عوده، من قنيطره، خميسات، يعني ولا معروف في الاقليم وفي الجهه. ومثلا دائما تنكونوا في شهر ماي تقريبا، ولكن هذه السنه هذه كانت لان كاين عين الفلاحه، كانت الاراضي كلها عامره، تسنينا حتى تخوى المطلق وعاد درنا القضيه، ولكن جانا دابا ما بين شهر ماي اللي تنديروا فيه دائما، وهذا الشهر هذا لان هو ديال العرش، وتزامن بيناتهم جوج، وهذا عمليه جد مهمه. هو تيكون صعيب هو اللي قبل ماشي في النهار ديالو، لا لانه دابا هو تيبدا نهار ثلاث ولا اربع، والخميس الصباح هذا كلها ديال الترتيبات تيبداو حتى الخميس في العشيه، باش يلاه ديك الاولويات، ومن بعد تنطلق مهم تيكون الجمعه والسبت، ولا كان البارود تيبقى تيكون حتى لحد الصباح، لان التموريضه هي الاساس ديال هذا الموسم هذا. اذا التواجد ديالنا اليوم في المهرجان ديال الفروسيه اللي كاين في الاقليم الخميسات في رماني، كان بدعوه من الاخوان السي رحول هلاع النائب البرلماني والسي رشيد سبابو اللي معايا عضو في الجهه، على اساس ان هذا النشاط اللي كيتقام بطريقه دوريه كل سنه، وفي حضور مهم ديال المجموعه ديال الفعاليات المدنيه والمنتخبين، وكذلك السلطه المحليه اللي تيسهرات على انجاح هذه المحطه المهمه اللي عندها القيمه والدور ديالها في العالم القروي. احنا كجهه ما يمكن لنا الا ان ناكدوا على النجاح ديال هذه الدوره، وكذلك المساهمه في الدورات المماثله اللي كتقام في مختلف الاقاليم السبع ديال الجهه، ندعموهم على اساس انه نحافظوا على هذا التراث اللامادي الذي يراهن عليه المغرب، وكذلك اللي حث عليه صاحب الجلاله في مختلف الخطابات ديالو الملكيه. اذا كنشوفوا انه الساكنه فرحانه ومجموعه، وهذا واحد الفضاء اللي كيتجمعوا فيه الدواوير كامله وكي يحيوا فيه الرحم. اذا احنا ما يمكننا الا ناكدوا على هذا النوع من الانشطه ان شاء الله، وفي المستقبل باش يكون عندها واحد الاشعاع اكثر. الاسم عادل ولد بالخير. كنشكروا هاد الناس هادو على هاد المبادره الطيبه ديال التموريضه اللي هي الفانتازيه. الصراحه ديال الله حنا مبليين وجينا من جامعه ام عزه، كنمثلوا جامعه ام عزه، والصراحه ديال الله عجبنا النظام وعجبنا المحرك وعجبونا الناس ديال هنا، الناس ديال هنا طيبين صراحه ديال الله، وناس في المستوى وتهلاو فينا لا من جانب الماء. الحمد لله الماء داير من كل قنت، تندوروا مورا الارتاق كنلقاو الماء، كنجيو قدام الارتاق كنلقاو الماء. الصراحه ديال الله الضو وقف سعاده الرئيس بيدو وقف على الضو، صراحه ديال الله سهرانين هاد الناس، كاينه الفراشة الحمد لله، المحرك كيطرش، يعني الامور طبيعي. وهلي قطع هاد العاده هادي، هنا الصراحه ديال الله في منطقه الجزائر عين سبيت، منطقه هاد العاده صراحه ديال الله عاشوا فيها الجدود ديالنا. وشكرا اخ، شكرا. عبد الكريم بغدود، جماعه البراشوه، دوار ولاد ميمون واحد. التنظيم زوين الحمد لله، كل شيء مزيان، الامور غاده مزيانه، والصرب الحمد لله في المستوى كاملين. وكنتمناو ان شاء الله السنوات الجايه ان شاء الله المهرجان يتطور ويتزاد يكبر، وتجي صرب من مناطق اخرى، واللي المهرجان كبير ان شاء الله ومعروف على الصعيد. ومشاركين متميزين مزيانين،
وكنتمنوا ان شاء الله يجوا سرب من بلايص اخرين بعاد. هاد السرب تقريبا كاملين ماشي من شي بلايص بعاد، تقريبا كاملين محليين. وشكرا. السلام عليكم. يا ناس سيدي بخير. وحنا في هذا المهرجان ديال عين سبيت كنحتفلوا به كل عام، والحمد لله كيجوا الناس من كل جوايه. وحنا دابا عندنا هنا في عين سبيت كل عام كنديروا هذا الموسم هذا، كل عام كنديروا هذا الموسم هذا، وهذه الصربة هذه دائرة الرماني عين سبيت. اليوم الحمد لله الحال بارد والخيل ميسرة وكل شيء الحمد لله زين، والله ينصر سيدنا. أخويا الصربة دوار ولاد بندية جماعة عين سبيت البنداوي محمد الحمر، وهاد العادة عندنا ما نقطعوهاش إلا لا مشينا عند الله تعالى. وأول كلمة تنشكروا سيدنا الله يحفظه، تنشكروا الجمهور وتنشكروا السلطة المحلية والسي الهيل عرحو تا هو راه تيغامر ما عندنا ما نقولوا، الله يحفظكم. والتحية التحية لموالي الخيل والتحية للجمهور اللي معنا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي نيوز بلس، أكثر من مجرد خبر.